طبعا مش هيقدر يقرب لي لما بابا يقول له الكلام ده، ما ينفعش يكسر كلامه اصلا. بس ممكن يعمل لي حاجه كده من بعيد لبعيد. ايه جو اللبش ده؟ وبعدين صحيح هو مش عارف مكان المحل ولا ايه؟ ما ده اللي قلقني والله، ممكن يجي لي هناك بقى ويعمل لي مصيبه وتبقى فضيحه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مش ده الدكتور بتاع الحادثه؟ اهو متفضحينه على الحادثه. ايه اللي كاتبينه ده؟ لا وايه، كل اللي عنده معجبات ستات بس، بيدافعوا عنه بطريقه مش طبيعيه. تلاقيهم زباينه بتوع المستشفى ولا العياده. ده شكله مساوي الهوايل قوي. اسكتي، مش حابه يعملها معايا. بس انا ايه بقى، اديت له وش كده. ليه يا بنتي؟ ما تبطلي بقى فقر وفكيها شويه. سلمى، الراجل اللي بيحب كتير بيكذب كتير، وانا ما بكرهش في حياتي قد الكدابين. وانت ايه اللي مخليكي متاكده قوي ان هو دنجوان عصره اوان؟ مش يمكن يطلع مظلوم؟ مظلوم؟ المظلوم قال من اللي سمعته في المستشفى، من ممرضات في المستشفى، ممرضات كانوا شغالين معاه، وستات عيانين كانوا عنده زباين. ده ما صدقوا سمعوك اسمه وراحوا قايلين كلام كتير عني. ما انت عارفه بقى الناس ما بتصدق تلاقي حكايه تتكلم فيها. ما كانش ناقصني بقى غير ان انا اشوفه، وديني شفته ليله المستشفى. والله قلت مع ادم حد صدقني. يا بنتي ما فيش اضمن من الراجل اللي لافف وداير قبل الجواز، على الاقل اسمه شبعان. سلمى بصي بقى، الحب عند اللي زي عمر ده شبه الحياة، قطره ماشي وفي محطات كتيرة قوي بيقف فيها كل شوية، إنما عند اللي زي أنا شبه الموت، ما بيجيش إلا مرة واحدة بس. عشان كده لا يمكن نتقابل. حقيقي يا دكتور انا مش عارفه اشكرك ازاي على اللي انت بتعمله معايا. انت زي ما تكون بتبنيني. انت شخص صعب الواحد يخسره يا صفا. عمر انا مش عايزاك تتاثر باللي انكتب ده، كله فرقعات ملهاش اي قيمه. متأثرش ازاي بس، احنا شغلتنا حساسه قوي وسمعه. اللي الناس تحبه ما يتخافش عليه. مين اللي نزل الخبر ده؟ وازاي نزله بالسرعه دي؟ مفيش اكتر من المؤذيين. انا دكتور عمر النووي، الوصول لمكتب الاستعلامات الامان. يلا نشوف شغلنا. دكتور غازي، ايه؟ عمر حصل له حاجه؟ لا لا خالص، ليه بتقولي كده؟ لا انا بقول كده عشان انت مش متعود تيجي هنا. لان مفيش سبب يخليني اجي هنا. ده كوافير حريمي يعني، وانا مش متجوز او مرتبط عشان اجي مع واحده بتعمل شعرها. صح. لا بس انا مش قصدي يعني. الموضوع باختصار، لنا جالي دواء مهم قوي ومن بره وبيعالج الام القولون بشكل هايل، بس ف قلت اجيبه لك. ميرسي، بس انا ما كنتش عايزه اتعبك معايا. مفيش تعب خالص ولا حاجه. طب ما كنت اديته لعمر اخويا؟ طب ما يمكن انا عايز اطمن عليكي. صح، يعني انا اسفه نسيت اقول لك تشرب ايه. اصلا اتلخبطت يعني كده واتخضيت على عمر وكده يعني. هي تشرب ايه؟ لا لا ولا اي حاجه، انا مش عايز اعطلك اكتر من كده. شوفك على خير بقى. طب الدواء؟ شكرا. قرفانة وزهقانة ومش طايقة نفسي، عايزة أعمل أي حاجة جديدة، أي حاجة مختلفة.
سما يا حبيبتي انت بقيتي غريبه قوي. انا ساعات بحس انك عجوزه وعندك ولا 100 سنه. وانت لما تقعدي مع ناس وتعيشي معاهم في بيت واحد وتلاقي كل واحد فيه ملهي عنك اصلا، مش مركز معاكي بس الا في اخطائك، هتفهم انا بقيت كده ازاي. والناس اللي بتيجي تاخدك بالعربيه؟ لا دول تفالي. كلهم معديني الخمسين على فكره. ما انا عارفه. اقول لك بقى، قولي اصل الراجل لما بيوصل للسن ده بيبقى ضعيف، وضعف ده بيقلب بحنيه ودلع بيبقى طعمها لذيذ قوي، وبيني وبينك مفيش منهم خوف. ايه ده؟ ايه؟ دوري تسالي برضه؟ تسالي انت هتشرديني. ايه رايك في المفاجاه دي؟ ايه ده العربيه الجديده؟ قلت انت لازم تكوني اول واحده تركبيها. انا اشمعنى بقى؟ علشان وحشتيني. وانت قوي 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 قوي. طب يا نهى انا همشي انا بقى. نسيت اعرفكم، نهى صاحبتي، موري اخويا. اهلا يا نهى، ما تيجي نوصلك معانا؟ يا ريت، بس بابا مستنيني. طب يلا حبيبتي روحي لبابا طريقك اخضر. يا ماما يلا يلا يا ماما. باي. يلا حبيبتي باي. ايه ايه حبيب هورتي. ايه الصغيرة عليك دي يا دك؟ دي حتى مش مزة ومش ستايلك. انت بص على الطريقة دي قلنا خلاص والله العظيم دي. تبنا الى الله البيت عندك. انت هتقول لي انا اقول لك عليا النعمة. عليا النعمة. انت لو وقفت هنا خمس دقايق كمان لا تلمي منهم شكاير قد كده في العربية دي يا بنتي. خلاص مش عايزين. مش ايه رايك في العربية الجديدة؟ جميلة قوي. جميله جميله. انت كنت اتقابلتي كده؟ ايه يا صح، حلوه قوي. بس انت وحشتيني. وانت قوي وحشتيني قوي 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 قوي. لو واحده من زمايلك شاوروا لنا ولا حاجه انزلي في الدواسه وانا هتصرف. انت تاني الليرت اللي معانا ده مش مطمني على البيت ان شاء الله. قوم يا بص. ها بريزي طمنيني يا اخت، هنروح تمام؟ وشك مش مريحني في ايه بس؟ اديني البس اربع ايام يا خلوص. اربع ايام ايه؟ هو فيها حكم ولا ايه؟ ما ترد يا قرد، ولا انت فالح بس تزططلي؟ ايه ايه بس خلصي بيه. بس هو قلت لي انا شديد حبتين. ولا انت الحمار حبتين؟ طب ما جاب لك رقبته شقتين. بلاش انت هتلوث ايدك يا فلان. شكرا يا بص. عارف لو ما كنتش جبت البتاع ده من الاول كان زماننا خرجنا من اول مره. هعمل ايه بس يا باريزه؟ هو اللي بيشبط فيا كل مره يقول لي خدني معاك واديني فرصتي. هتفرج يا اختي هتفرج. خدي جبت لك لقمتين كده تقومي بيهم وقعت الاكل. والفاتوره الفاتوره يا اختي كمان والله عشان كل واحده بتحق. زودت لي الطحينه قوي قوي يا اختي. انا عايزك تطمني يا ست باريزه هنا، وانت كمان يا استاذ بتطمن. والاخ فلانك يقلق يعني؟ انت هتطمن. وحياه ابوك تشيل اللي بتاعك من قدامي. لحسن وديني انفض جتتي واملى هدومه ببلاوي الحاجز الفراقه العماله تشبس جتتي. خلاص خلاص يا باريزه. فلانك قوم. انا بص انطوني الواد ده بكاش بنضارته اللي واخده غرزتين دي. تعالى. خلاص يا باريزه ما تركزي نفسك بقى. خلاص في ايه؟ فينش فينش. تعالى لي دغري يا اخويا. والله العظيم الواد ده فيري جود وسمعته زي الفل. تعالى لي دغري يا اخويا وقول لي انه بناكله. باريزه ازعل والله ازعل. انا استرخص فيكي ما تشوفي الاكل والفطوره حتى ما حطيتش التبس. والله استلقط لي محامي عدل وبجد وبحق وحقيقي يا خلوصي. لحسن يا حبيبي احبس فيها انا حب وانت ترجع لي النفخ العاده. تشكر يا عم. صباح الخير. الحمد لله بالسلامه يا قط. الله يسلمك. ازيك يا فضل؟ الحمد لله على سلامتك يا فضل. الله يسلمك. ميرسي فضل. كمل معايا زمان لو سمحت. تمام. اكسكيوز مي. بقولك ايه يا سلمى، هو الشغل في النازله نايم ليه يا ستي؟ اديها ماشيه بالزق. هنعمل ايه؟ ما شايفه الحل عامل ازاي. طب بصي انا جبت معايا شويه حاجات تحفه لسه مخلصه الشغل فيهم امبارح. شوف كده حلوين قوي. بس دول هنضطر نسافر شرم الشيخ نعرضهم هناك. ربنا يسهل بقى. باي باي. اخدوا حاجه يا فضل؟ زي ما انت عارفه اتفرجوا ومشوا. ماشي هوا اكون جايب لحدك النسكافيه بتاعك. ايه ده بنفسك يا فضل؟ هو انا عندي اغلى منك هتعب له يا فندم. حلو حلو يا فضل ده. بس ما بيريحنيش خالص. وبعدين مسهول كده ومنحنح قوي يا بنتي. خلينا في اكل عيشنا.
روحي شوفي شغلك، روحي يا شيخه. هاتي اديني اوعي. لا